وجه معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، وجه للكادر الطبي والصحي ممن يعملون في الصفوف الأولى تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، مقدرا لهم وقفتهم وتضحياتهم في سبيل مواجهة فيروس كورونا. مبارك للمجموعة اللي اشتغل معانا كلها بالعيد السعيد، والحقيقة الله هم يعني من فبراير إلى اليوم وهم يعني في شغل جبار الحقيقة، ما حد منهم توقف وما حد منهم اشتكى، وحتى يعني كلهم يدرون أنهم يعني يكون عرضة للإصابة بالمرض، لكن ما حد الحقيقة قال أن أنا ما أقدر أو ما أستطيع، أو بالعكس الجميع كان دائما يعطي يعني كل اللي في ما في جهده بيبذلون يعني الجهد كامل وبإخلاص شديد. فالحقيقة الواحد اللي فخور بالجماعة اللي احنا نشتغل فيهم كمثل للبحرينيين اللي يعني تحتاجهم وقت الشدة ويكونوا معك.